طبعا دي اشياء اكبر منكم شوي، انتم لسه يعني اذا رايه ما اعطيناكم الى الحين. هذه انا في الواقع انا كنت افرض شخصيتي على الجمهور، لان الجمهور وقت ما تضعف ياكلك، وبعدين هم رموا اغراض انا بترك المكان نظيف زي ما جيت وارميها عليهم رجع لهم. يعني لا تخلي شيء في ارضيه الملعب. احترام البدله، احترام البدله. نشوف اللي بعده، اللي بعده هذا مشهد فيه من باب الاحترام بين الحكم والجمهور. اللي جمعك انت فيه اقعد ورق ورق جايب كلام من وين؟ انا جاي حكم، انا حكم، حكم انت وياه ها حكم. انقل عنك، تعال 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 تعال. لو فيكم رجال ما اجتمعتوا ثلاثة علي ها؟ لا عدني العالة عدني والتحكيم اللي ها؟ الحالي لاني الحالي ها؟ الوعد بعدين انت وياه الوعد. والله لا ازقك بذا اوريك انا. تعال تعال ترى اللي يبي يجلد لازم ينجلد يعني في يوم من الايام، يعني ترى الحياة كذا تنجلد وتجلد. المهم نروح الموضوع اهم وشائك شوي، يعني لما تحسب بلنتي ويشبون عليك اللعيبه اهم من ذل. يعني انت متاكده ما دخلني جني؟ لا حول، مليون مره اقول لك هذا شعاع جاك من الفضاء، شعاع بس. طيب ما يحتاج نجيب شيخ يتفل في وجهي ولا نشوف يعلمني ايش فيني؟ يا اخي قلت لك ما يحتاج. انت تعرف، تعرف سبايدر مان، سوبرمان، تعرف هالناس؟ اي اعرفهم اكيد. زين انت الحين زيك زيهم. طيب والمطلوب؟ المطلوب يعني ان انت عندك قدرات خارقه، يعني حرام ما تستغلها في فعل الخير. يعني ما شاء الله عليك تفتيني يا المتبرجه. اقول الدين خليه في حاله، مالك دخل فيه. اقول انت شكلك مره بتتعبني معاك. ابي اسالك انت متى اخر مره سويت خير؟ والله دائما اسوي خير انا. لا اله الا الله، والله انك ضعيف. الله انت مسكين، خذ خذ هذه، هذه صدق الوجه الله. انت كنس تتعب كثير، والله انك تستاهل كل خير انت. هذا اكل جايب لك انا، شوفوا هذا ما الحين. يعني لازم كلنا نتصدق على الناس الضعوف اللي يتعبون في الشمس ويكدون كدا مبرحا، وهذا هو قدامكم شو والزينه. لازم، وهذا الاكل اللي اعطيته ها، خلاص هذا رساله عشان توصل للمجتمع. اسمع، تغسل سيارات كويس انت 100 100، خلاص. طيب الحق وراي، تعال. اسمع ترى ما في فلوس، اعطيتك اكل، يعني تغسل السياره بلاش. يلا امشي.